إن شاء الله. النهاردة إن شاء الله المحاضرة ما هياش طويلة، يعني بس عاوزين نتكلم شوية على حتتين كنا سيبناهم كده نمر عليهم سريعا، وبعدين نكمل في الجزء بتاع السي ان ان. أول جزء كان الليرنينج ريت، كنا عاوزين نبص عليه كده، هو بيتعلم بسرعة قد إيه؟ يعني عاوز نفتكر تاني، كان بقى عندنا في ليرنينج ريت هو بيمشي بيه، يعني تفهمش عكس الجريدينت، بس بسرعه قد ايه؟ ممكن يكون تو سترونج، ممكن يكون تو ويك، يعني ممكن تخليه رقم كبير، ممكن تخليه ضعيف قوي. وبالتالي لو انت خدت رقم كبير ممكن يحصل اوفر شوت وباونسنج، زي ما شفنا الكلام ده قبل كده. يعني لو احنا كنا فاكرين، لو كان عندنا حاجه زي كده واحنا كنا بادئين مثلا، وليكن في النقطه اللي هنا دي خدنا جريدينت كبير نزل لهنا، جريدينت كبير تاني نزل لهنا، جريدينت كبير نزل لهنا، جريدينت كبير جه الناحيه دي، هنا قالوا لا ارجع لان هنا الجريدينت اختلف، روح مرجعه تاني جه لهنا، جريدينت كبير تاني جه لهنا، وهكذا. فيحصل باونسنج رايح جاي لفتره كبيره. لو خدناه رقم صغير قوي عشان ما يحصلش الباونسنج، يفضل رايح جاي كده اللي هو الباونسنج ده، يعني ساعتها اللي هيحصل هيبقى سلو تريننج. يعني لو احنا كنا هنا، المرة الجاية هيجي هنا، هنا المرة الجاية يقول لك اتحرك الناحية دي هتيجي هنا، وهكذا. وبالتالي الليرنينج ريت بيحكمنا يا ترى اخده كبير ولا اخده صغير. في طبعا استراتيجيز كتيرة، في ناس بتاخده كبير، في ناس بتاخده صغير، في ناس بتقول لك لا طب ما انا ممكن احاول اغيره اثناء التريننج نفسه، يعني احاول اجري بسرعة وبعدين ابتدي اهدي كل ما احس ان انا بقرب من الجول او الهدف بتاعي. تعال نبص هما بيفكروا فيها ازاي. في ناس بتاخد الليرنينج ريت كده كله فيكسد، يعني 10 اس ناقص 3 وخلاص ده ماشي، خدته او تقدر كبير او صغير بس في الاخر هو ما بيتغيرش، يعني واخده كونستانت ليرنينج ريت. في ناس بتاخده ستيب ديكاي، ودي من الحاجات يعني كومن براكتس بتتكرر كتير. ستيب ديكاي بمعنى انا هاخده فترة رقم كبير، بعد شوية اثناء التريننج هرجع اقلله شوية، وافضل شوية كده شوية هقلله شوية تاني، وهكذا. طبعا الاكتيفيتي ده بتاع التايم، يعني مع التايم او مع عدد الاتريشنز بمعنى اصح، فشوية اتريشن عالي اقل شوية اقل شوية لغاية ما نوصل للاخر. زي الاسانسير بالظبط، بيجري بسرعة بعد ما يقرب على الباب بتاعه بيبتدي بقى يهدي شوية 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 عشان يعرف يقف بسهولة ما يشدش الناس. فدي بنسميها ستيب ديكي. وانت بتحدد الستيب بتاعتك، مثلا سي مثلا كل عدد معين من الايبوكس بتاعتك تقدر تقول خلاص بعد كده ايه انزل للقيمه دي. طب حاجه تانية ممكن اخليه مش ماشي ستيبس، خليه كونتينيوس بيقل باستمرار. ان انا اخد كيرف زي كده عندنا حاجتين، يا اما تاخد واحد على اكس، كيرف بقى واحد على اكس بيعمل كده بينزل كده، كل ما الاكس بتكبر كل ما واحد على اكس بتقل جامد، او اكسبوننشال يوصل ناقص اكس برضه هتلاقي برضه ستيل بينزل كده، الفرق بس معدل النزول بتاعه شكله ايه. فهم استخدموا الاثنين، واحد منهم سموه انفرس ديكي اهو الرقم بتاعه على واحد زائد ابسلون تي، حيث تي ده التايم بتاعك، فكل ما التي بتزيد كل ما ده بيزيد كل ما الرقم ده بيقل. واحد تاني خدوه بالمنظر ده اكسبوننشال ديكي برضه اهو، ادي الستارت بتاعه ايه اس ناقص ابسلون تي، طبعا ابسلون ده مجرد بارامتر عشان تظبط بيه مع التايم، يعني برضه اكسبوننشال ديكي برضه هينزل بالمنظر ده كده. طبعا الاكسبوننشال ديكي بيكون نازل اسرع شويتين من الانفرس، لكن في الاخر انت بتاخده بالطريقه دي. طبعا عندنا سواء في التنسور فلو او الكيرس بيسبورت كل الاشكال دي، انت بتاخد اللي انت عايزه. بس انا بقول يعني كومن براكتس الناس بتستخدم الستيب ديكي. في الاخر انت بتتكلم على فرق في الوقت بس، لكن عشان توصل طالما انت ماشي صح هتوصل. طالما انت ماشي مظبوط هتوصل، بس ممكن توصل بقى بسرعه او توصل بالراحه. فده اللي بنسميه ليرنينج ريت. بياخدوا 10 اس ناقص 1، 10 اس ناقص 10 اس ناقص 3، يعني دي الحاجات اللي الناس متعوده عليها. لو هتمشي ستيبس بتكريز كل
10 اي بوك، يعني مثلا سي 100 اي بوك مثلا، يعني هتديكريز 10 مرات اثناء ما انت شغال. بس السيف في الاخر بقول الكلام ده بقى ايه؟ ده بيزد على الكولوم براكس للبروبلم بتاعتك، حسب كل بروبلم، حسب ما يكون اللوس شكله ايه، حسب ما تكون السرعه بتاعته في الديكي شكلها ايه. ده الليرنينج ريت.